أم مفقود ما نعرف عنه مي طيب ما نعرف عنه اي عاد قالوا خليك 12 بليل اذا ما تقولين انه داعش الا تعترفين قاموا يسولفون واحد منهم قال تزوجينا واحد من حتى خليك تروحين قلت لا والله اني ما اتزوج ومتبكي قالوا دموعك غاليه علينا وانت حلوه حرامات قالتي ما ذنبك الا تقولين داعشي اخر شيء اعترفت قلت انه داعش حاله صفر تحت الصفر، جينا ارتشينا على المخيمات، شوي المخيمات، اكو مساعدات، اكو منظمات تيجي عليها، اكو امور يساعدون يساعدونا العالم، ما الشغل العامل ما جاعد يساعدنا، ايش قد نطلع؟ نطلع لنا 10 الاف دينار و5 الاف دينار، شيك عاد، 10 الاف على ستنا فرنسا بعد